السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد وتخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دائما. فيديو اليوم غادي يكون إن شاء الله الخدمة لواحد الصديق ديالي اللي صراحة الله كيستاهل أنني نزل الفيديو ديالو، كيستاهل أنني ندعمو ونشجعو، وتانتوما إن شاء الله يا ربي في هذا الفيديو تشوفوا الخدمة ديالو إن شاء الله ربي، تانتوما خصكم تدعموه وتشجعوه، خليكم إن شاء الله بجهد الله النمرة التليفون ديالو، تانتوما شوفوا الخدمة غادي تحكمو نتوما إن شاء الله، غادي تحكمو على الخدمة ديالو، شي حاجة هاربة شي حاجة خدمة ما دايراش في المغرب، تحلف عليها ما خدمتي واحد خدمة مغربي. المهم بالنسبة لهذا الحمام، هذا حمام بلدي مخدوم كيفما كتشوفو لاستاسيون بالفرشي والنحاس كيفما كتشوفو معايا، الخدمة كاملة الخدمة كاملة ديالو. عندنا لابيسين كيفما شفتو توا كيخدمو لابيسينات، عندنا هاد لوكال تكنيك هذا كيفاش كان، وكان مولاه كنخدم وكان مولاه كيعاني منو، يعني مكانش كيسخن بزاف، كان عنده مشاكل بزاف، ومن بعد ان شاء الله غادي يعاودو، غادي نوريكم ان شاء الله فيديو من يتعاود الخدمة من جديد وتعدلت، غادي تشوفو نتوما الخدمة كيفاش عامل الفرق بين الخدمة والخدمة، ونتوما اللي غادي تحكمو. كنتمنى ان شاء الله بجهد الله غادي تدعموا الصديق ديالي كما كدعموني دائما كما كتشجعوني. اي واحد يحتاج شي خدمه بلومبي ديال كليما الصوفاج داكشي ديال التسخين ديال الارضيه داكشي، المهم داكشي الفرع. شوف تبارك الله الخدمه ديالو كيفاش عامله، يعني كلشي باين كلشي واضح، خدمه تحلف عليها ما خادمها شي واحد يعني مغربي، تحلف عليها الى خدمه مخدومه بشي دوله غير المغرب. صراحة الله عنده خدمة رائعة، وبالنسبة لهذه الدوشيتا مدفونة اللي كتجي الرشاشة ديال الدوش مدفونة، كتخدم الدوشيتا في التحت والرشاشة كتجي في السقوف مدفونة في البلافون. كنتمنى كيف ما قلت لكم دعموا وتشجعوه، أي واحد يحتاج شي خدمة يخدم شي خدمة ديال البلومبي ديال كليما ديال وديال التسخين الأرضية والمسائل كاملة كيخدمهم، شي حاجة رائعة، شي حاجة ديال الشوديرة تاع التركيب، شي حاجة عندهم صراحة الله شي حاجة هاربة الفرع. ولا مكانش كيستاهل أنني ننزل الفيديو ديالو، صراحة الله ما كنتش غادي ننزلو. تحياتي ليكم على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم، كنتمنى تدعموه وتشجعوه كيفما كدعموني دائما، وكنتمنى اللي يحتاجو وحتى شي استشارة يتصل به، خليكم النمرة ديالو. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.